يقال عادة التعليم هو ببساطة روح المجتمع التي تنتقل من جيل لآخر. في سابقة لم يعرفها قطاع التعليم من قبل، قررت مندوبيات التربية والتعليم وبسبب الغش في البكالوريا إلغاء نتائج 270 تلميذا في القصرين و84 تلميذا في القيروان و80 تلميذا في سيدي بوزيد و43 تلميذا في نابل و18 تلميذ في المهدية. المعلوم مفهوميا ونظريا أن مجال التعليم هو وسيلة لتطوير قدرات الأفراد وتمكينهم من التفكير بشكل مكثف، كما يطور من قدرتهم على التفكير الناقد الذكي. ولا يعتمد التعليم على ذاكرة الفرد فقط أو مقدار معرفته، وإنما يعتمد على قدرة الفرد على التمييز بين ما يعلم وما لا يعلم. كما ينمي التعليم قدرة الأفراد على التفكير بوضوح والتصرف بشكل سليم وتقدير الحياة، كما أنه السلاح الذي سيمكن الأفراد من تغيير العالم نحو الأفضل. كما أن التعلم هو تلك العملية التي تحدث تغييرا في الفكر البشري وقدرته على القيام بالعديد من الأمور المختلفة. ومن خلال هذا نجد أن عملية التعليم ليست عبارة عن تناول أحد الدورات التعليمية ولا الحصول على شهادة من الشهادات أو مؤهل ما، فأخذهم ليس دليلا على التعلم ولا دليلا على الوصول للغاية المنشودة، إلا دمج هذه المهارات والشهادات والدورات في الذاكرة والاستفادة منها والتمكن من تطبيقها بطريقة عملية والاستفادة منها في المواقف الحياتية. فوجود أي تجربة تحدث تغييرا أو تأثيرا على طريقة تفكير الفرد أو شعوره أو طريقة تصرفه يندرج تحت تعريف التعليم. طوال النصف الثاني من القرن العشرين تقريبا، أشرق النظام التعليمي في تونس كمنارة للضوء في العالم العربي المعتم فكريا. حققت المدرسة التونسية نجاحات تشهد لها بها هذه النخب المتخرجة وهذه الأسماء من العلماء والمفكرين التونسيين المنتشرين عبر أرجاء العالم. أصيب التعليم في تونس خلال العشرية الماضية بأكبر انتكاسة بفعل سياسات فاشلة وقرارات ارتجالية لوزراء أعجز ما يكونون عن وضع تصورات أو منهجيات تنتصر للعلم والمعرفة. نجحت دولة الاستقلال في وضع نظام تعليمي وفر لعقود تعليما واسعا منفتحا على الحضارات والثقافات واللغات والأفكار، الأمر الذي كرس التسامح الديني والتفكير والفلسفة وشجع النقاش. لكن الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال الأعوام الأخيرة خلفت انتكاسة أصابت عقول أجيال لا تبحث إلا عن أسهل السبل للنجاح حتى لو كان بالحيلة. ما أحوجنا اليوم لحوار وطني حول مستقبل المدرسة والتعليم، حول مصير أجيالنا، وذلك قبل الكارثة. ألم يقل أن الشيء الوحيد الأكثر كلفة من التعليم هو الجهل؟